السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب، صحه جيده وفي احسن الاحوال. واليوم جبت لكم فيديو جديد. هاد البارطمان باغا تباع، هاد السيد باغي يبيع هاد البارطمان. انا خليت لكم الرقم ديالو، ها هو في الفيديو. هاد البارطمان كتواجد في الحي محمدي. البارطمان فيها 64 متر، عندها جوج واجهات بشمسة مصلوحة مزيان، جات في الطبق الثاني، زائد كراج السيارة، فيها جوج بيوت وصالون، فيها بهو، فيها مرح كبير، مطبخ، مرحاض، كوزينة ألمنيوم، فيها ماريو كبير في بيت النعاس، شراجم كاتريك. جات في موقع زوين، قريبة لإعدادية فوطواكي، قرب لطوروط الفوارات. ومرحبا بالجميع. بالنسبة للبرطمة ديال حي الدوما سيدي مومن السفلي، راه تباعت، مع تواصلوا معايا بزاف الناس لحد الان باقين كيسولوا عليها. فاللي تواصلوا معايا في الواتساب راني جاوبتهم، وكنطلب السماحة من الناس اللي عيطوا ليا، يعني عيطوا ليا بزاف الناس ما قدرتش نجاوب كل شيء، فكنطلب منهم السماحة. وان شاء الله راه عندي الجديد، عندي بارطمان في سيدي مومن، غادي ننزلهم في القناة. ديروا ابوني للقناة، حيت بزاف كيقولوا لي كيفاش غنعرفوا الجديد. ديروا ابوني للقناة وفعلوا جير الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. ومرحبا بالجميع، واي واحد عنده شي بارطمان او باغي يبيع شي حاجه يتواصل معايا في النمره اللي غنخلي ليه في العنوان، ماشي في الفيديو، حيت الفيديو هذه اللي في الفيديو ديال السيد مول البارطمان، فانا غنخليها لكم في العنوان. تواصلوا معايا في الواتساب، اي واحد عنده شي حاجه باغي يبيعها يتواصل معايا. ومرحبا بالجميع، فرجه ممتعه. وبالنسبه لهذا البارطمان الثمن ديالها السيد تيطلب فيها 60 مليون، واللي بغاه يتواصل معاه باش ديك الساعه يعرف الثمن المحدد ديالها.